ما هو الوطن؟ سئل الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: ما هو الوطن؟ فأجاب: الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء، بحيث يصبح قادراً على شراء مواطن آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر، بحيث يبيع نفسه أو كرامته لمواطن آخر. وبشكل صادم يقول الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين: بالطبع أنا أحتقر بلدي من الرأس إلى أخمص القدمين، لكنني لا أسمح لأي غريب أن يبادلني هذا الشعور. أما الشاعر محمود درويش فيقول وتسأل: ما معنى كلمة وطن؟ سيقولون: هو البيت وشجرة التوت وقن الدجاج وقفير النحل ورائحة الخبز والسماء الأولى. وتسأل: هل تتسع كلمة واحدة من ثلاثة أحرف لكل هذه المحتويات وتضيق بنا؟ ليختتم غسان كنفاني تعريف الوطن بعبارته الشهيرة في رواية عائد إلى حيفا، حينما قال: أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث ذلك كله.